درجة دو كالآتي: دو وري. الري هو الوتر الثالث مطلق، بعد ذلك المي الإصبع الأول على الوتر الثالث، وفا يكون الإصبع الثالث على الوتر الثالث، والصول الوتر الرابع مطلق، ولا بيمول الوتر الأول على الوتر الرابع، وسي طبيعي ناتشرال هو الوتر الإصبع الرابع على الوتر الرابع، والوتر الخامس مطلق دو. في حالة الصعود سي ولا صول فا مي بيمول وري ودو، يعني دو ري مي فا صول لا سي طبيعي دو. في حالة النزول دو سي بيمول لا صول فا